أنتم الآن في نشرة الموجز. سجلت شركة كبرى بالمغرب خلال النصف الأول من سنة 2022 أرباحاً فاقت كل التوقعات، على الرغم من الوضعية الاقتصادية الناتجة عن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية. وتضاعفت أرباح شركة كريستال لوسور بحوالي 4 مرات، لتنتقل من 44 مليون درهم إلى 223 مليون درهم، وهي التي كانت تربط الزيادة في الأسعار بتداعيات الحرب الأوكرانية والزيادات في المواد الأولية. كما سجل المكسب الشريف للفوسفات خلال ذات الفترة رقم معاملات بحوالي 56 مليار درهم، أي بزيادة 72% على أساس سنوي. وبدورها سجلت شركة المحروقات بالمغرب إلى نهاية سنة 2021 أرباحاً بقيمة فاقت 45 مليار درهم. وأمام هذه الأرقام الفلكية تساءل مجموعة من المهتمين بالشأن السياسي والاقتصادي للمملكة، هل ستحدو حكومة أخمش حذو الحكومة الفرنسية وتفرض ضرائب خاصة على هذه الشركات التي تغتني على حساب جيوب المواطنين، وذلك تماشياً مع دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي دعا حكومات العالم إلى فرض ضرائب على الشركات التي حققت أرباحاً فاحشة في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعرفها العالم. اتهمت عائلة المدونة والناشطة الحقوقية سعيد العلمي وهيئة دفاعها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بإخفاء حقيقة الوضع الصحي الذي آلت إليه سعيدة جراء دخولها في إضراب مفتوح عن الطعام دام لمدة 24 يوماً. وقالت شقيقة سعيد العلم المقيمة في لندن إن إدارة السجن عكاشة أخفت الوضع الصحي المتدهور لشقيقتها إثر دخولها في إضراب مفتوح عن الطعام بلغ 24 يوما، ولم تكلف نفسها عناء إخبارهم كعائلة أو إخبار هيئة دفاعها، محملة بذلك مندوبية السجون تبع ذلك في حالة وفاة شقيقتها أو وقوع أي طارئ خطير. وأضافت بأن شقيقتها أوقفت إضرابها عن الطعام أول أمس الاثنين بضغط من اللجنة الصحية المختصة، وذلك بعد نقلها لقسم الإنعاش بمستشفى ابن رشد بالدار البيضاء جراء تدهور حالتها ودخولها في حالات إغماء متفاوتة المدة، متسائلة عن السبب الذي يدفع إدارة السجن عكاشة لإخفاء كل هذه الحقائق الخطيرة التي كادت تودي بحياتها. وقال أحمد بن ناصر عضو هيئة الدفاع بأنهم فوجئوا كدفاع في جلسة اليوم الأربعاء بالحالة الصحية المزرية التي آلت إليها موكلتهم، والتي أصبحت تعاني من بطء في الحركة على مستوى أطرافها، مؤكدا أن العلمي عندما حضرت جلسة المحاكمة التي جرت أطوارها بالقاعة التاسعة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أخبرت القاضي بأنها لا تستطيع المواكبة والإجابة على أسئلة الهيئة القضائية المكلفة، وذلك لعدم قدرتها على التركيز والكلام. وأضاف المتحدث ذاته بأن اللجنة الصحية المكلفة أخبرت العلمي بأن عدداً من الأعضاء بجسمها تأثرت سلباً جراء هذا الإضراب، مما سيكون له عواقب وخيمة على صحتها مستقبلاً. تخوض التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد معتصمة لليوم الثاني من أمام الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق إلى جانب الأستاذ وجدان بداوي التي طالها الترصيب بعد سنة من التكوين بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين المسيرة. وقالت التنسيقية في بلاغ لها إن بعض الأقلام المبررة لهذا الترصيب بادرت بالقول بأن الأستاذة لم تكن مجدة خلال تكوينها وأن مستواها قد كان ضعيفا، وهو ما اعتبرته التنسيقية ضربا صارخا في أهمية المباراة الكتابية وفي انتقاء المترشحين وفي شفافية المباراة في شقها الشفوي ومضمون تكوين المدرسة العليا للأساتذة. وجه المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أمس الثلاثاء رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة عزيز أخموش بخصوص ما يتعرض له الصحفي المعتقل سليمان الريسوني من تعسفات داخل سجن عين برجة بالدار البيضاء.
وقالت الجمعية في مراسلتها إن تنقيل الصحفي الريسوني من السجن المحلي عين سبع نحو سجن عين برجة رافقته مجموعة من الإجراءات التعسفية التي تمس بكرامته والنيل من عزيمته، وذلك في ضرب صارخ لكل المواثيق الدولية والأنظمة والقوانين الجاري بها العمل. وأكدت ذات المصادر بأن الريسوني يعاني من مضايقات أثناء إجرائه للمكالمات الهاتفية مع عائلته، وذلك عن طريق الالتصاق به والتلصص عليه، بالإضافة إلى مصادرة كتبه التي تسلمها من لدن أصدقائه وعائلته بشكل قانوني، ومصادرة مجموعة من الأوراق منها مرافعاته التي خطها بيده، ومسودة لمشروع رواية شرع في كتابتها منذ اعتقاله في شهر ماي من سنة 2020. لمزيد من الأخبار زوروا صفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي.